وخطر الانزلاق المستمر الأرضي الذي يهدد العمارات السكنية بحيث بريحت ببلدية الميلية بجيجل بالانهيار في أي لحظة، لتتحول نعمة السكن إلى كابوس يحاول قاطني هذا الحي التخلص منها. عندنا شروط الحياة غير متوفرة للمواطن اللي يعيش، لأن انهيار العمارات على آخرها تهدد حياة المواطنين في أي لحظة. لي زابارتمون كامل راهم مشقوقين، كاين اللي هبط له السال دو بان، هبطت له لا سال دو بان، ما كاينش الفونداسيون، ما كاينش، ماهيش مليحه تحت الكارلاج، ما كاينش تريا سودي، ماهيش مليحه، كاين غير كارلاج فوق التراب، الكارتي كامل راهو منكوب. انا راقد والوحده هذيك الحنشه هذيك تخرج لعندي من الشكه تاع الدار، في داليا الفيزي كنسمع انا تيجي لو بي جي دير الفيزي تاعها. سكنت هادو دروك تقدر تقول شبه مهجورين، رانا ساكنين وما ساكنينش، الشغل من الغالب رانا نباتوا قاعدين، النوت صب علينا، الدنيا ساعه ساعه تتحرك، الكنبي تحطوا مايل هكا، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. طاب ريحت هذه ما تسكنش، والله العظيم الا يسكنوا فيها ديما دلعباك. احنا ما دارونا تسمح قرونا نورمال. هي وضعية كثيرا ما أخرجت سكان الحي للاحتماء بالشارع وأدخلت الرعب والذعر في أنفسهم وهددت حياة أطفالهم وهم يلعبون في أحضان قنبلة موقوتة قد يشعل يوما فتيلها الانهيارات وتصدعات الجدران. ونادي يلعبوا ساعة ساعة هبط عليهم كيما البلوك هذا وهبط عليهم خص شي ولا كسرهم مصاري. اسكو حنا ولادنا دروك وما نقدروش نخليهم حتى يخرج دقيقة لهنا ما يقدرش يدور. ما عندوش شنو يدور، تخاف يهبط عليه حيط. سكان حي تبريحت يوجهون نداء الاستغاثة للسلطات المحلية للتدخل العاجل من أجل ترحيلهم لسكنات آمنة. طلبوا يا خويا يشوفوا لنا يديروا لنا حل، يديروا حل للشعب هذا، يعبيوه من البلاصة هذه ويديروا لها حل. لا نريد أن نموت تحت الأنقاض، عبارة يرددها ساكنة الحي في كل مرة، فهل من مستجيب؟